شاهد حبيب الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عمال الثلاجة او على الثلاجة الثلاجة علي على الثلاجة او الثلاجة او إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية حياكم الله في هذه التغطية من مستشفى جنين الحكومي. في هذه الأثناء جرى نقل جثمان الشهيدة جنى زكارنا 15 عاما التي ارتقت خلال هذا الاقتحام في مدينة جنين. غدا إضراب شامل في مدينة جنين والمخيم. بكرة الساعة 10 الصبح يعني اليوم الصبح من أمام المستشفى من هون ننطلق بمسيرة الشهيدة باتجاه الجامع الكبير، منصلي عليها ومن ثم إلى أهلها بودعوها ومن ثم إلى مقبرة الشهداء في مدينة جنين. الله يرحمها يرحم كل الشهداء، والفاتحة على روحها الطاهرة. إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية حياكم الله في هذه التغطية من أمام مستشفى جنين الحكومي. في هذه الأثناء وصول جثمان الشهيدة جنى زكارنا 15 عاما التي ارتقت خلال اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة، حيث جرت اشتباكات مسلحة أصيبت الشهيدة جنى بأربعة رصاصات
من القناصة الإسرائيلية على إثرها ارتقت وتم نقلها إلى المستشفى ليتم الإعلام بشكل رسمي عن ارتقائها. في هذه الأثناء يعني كما تشاهدون حشود أمام الثلاجات هنا في مستشفى جنين الحكومي بعد نقل وتشيع أو التشيع الأول لجثمان الشهيدة من الطوارئ نحو الثلاجات. إذن أعداد كبيرة. الإعلان قبل قليل عن الإضراب والحداد العام في مدينة جنين ومخيمها ومخيمه أيضا كما تشاهدون في هذه الصورة. إذن أعداد من الشبان حتى هذه اللحظة لا يزالون متواجدون. والجريمة الإسرائيلية الجديدة هنا في المنطقة الشرقية. يطلق النار في كل الأماكن، على المنازل، في الشوارع، في الميادين، كل شيء متحرك. الاحتلال فقط هدفه القتل. أي اقتحام للمدينة أو المخيم أو أي منطقة في محافظة جنين فقط هدفه القتل والإجرام والمجازر، كما حدث يوم الخميس 3 شهداء، واليوم نزف لشعبنا الفلسطيني الشهيدة البطلة الطفلة جنى مجدي زكارني ابنة 15 عام. يقوم الاحتلال بقتلها بدم بارد بإطلاق النار على منزلها، ومما أدى إلى استشهادة. وهناك إصابة خطيرة الآن نور الهصيص في مستشفى ابن سينا. هذا هو الاحتلال. وصباح هذا اليوم الاثنين سيتم نزف هذه الشهيدة من أمام مستشفى جنين باتجاه الجامع الكبير الساعة 10 صباحا باتجاه الجامع الكبير في مدينة جنين، ومن ثم إلى مقبرة الشهداء في مدينة جنين. وغدا نعلن عن إضراب شامل اليوم الاثنين نعلن إضراب شامل في مدينة جنين والمخيم. والله يرحم كل الشهداء. خذ تليفونك عطا. إذن مشاهدين الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، الآن الإعلان بشكل رسمي أن غدا هو يوم إضراب شامل في مدينة جنين حدادا على روح الشهيدة جنى مجد الزكارن 15 عاما التي ارتقت خلال العملية العسكرية على المنطقة الشرقية من المدينة. إذن قبل قليل جرى تشييع جثمان الشهيدة، والإعلان أيضا عن موعد تشييع جثمان الشهيدة غدا الساعة 10 نحو المسجد الكبير في مدينة جنين، من ثم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها من قبل ذويها، وأيضا وصولها لمثواها الأخير ولمواراتها الثرى في مقبرة الشهداء من المدينة. Thank you.